بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، سعداء بلقائكم من جديد في برنامجكم فن التعامل. طبعا هذا البرنامج يتحدث عن التعامل في حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واليوم حلقتنا إن شاء الله تتحدث عن تعامله عليه الصلاة والسلام مع الخدم، كل ذلك إن شاء الله وأكثر في بيت النبوة، ومع ضيفي الفاضل الشيخ سعد محسن الشمري. حياك الله شيخ سعد، وسعداء بلقائك. الله يحييك، مرحبا بك، أهلا بك والمشاهدين والمشاهدات. الشيخ سعد، اليوم حلقتنا نتكلم عن التعامل مع الخدم، ولذلك نبدأ حلقتنا بالحديث عن الخدم وكيف كانوا في بيت النبوة، بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أنه يباح للمرء أن يتخذ خادما يخدمه في أمر دنياه، يستعين به في مأكله، في تحضيره الأكل، في تحضيره الشرب، في تحضير ملابسه وفي ركوبه ونحو ذلك من الأشياء التي عرفت منذ القدم. ولذلك جاء الإسلام بإقرار هذه الأمور، وأنه لا بأس للمرء أن يتخذ خادما ليعينه على أمر دنيا. ومن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خداما له يخدمونه في أمر دنيا. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. وكذلك أن الخدم لا يقتصر فيها على العبيد، بل قد يكون من الأحرار من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنس رضي الله تعالى عنه، وكان حرا، جاءت به أمه رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه، ولذلك خدمه 10 سنين من مجيئه عليه الصلاة والسلام المدينة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد التعامل النبوي، فإنه يعني القدوة الحسنة والأسوة الحسنة في التعامل مع الخدم، ولذلك من الرفق بهم والتلطف معهم وعدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون ونحو ذلك من الأشياء التي تدل على العدل الذي جاء به الإسلام وجاءت به السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت من التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية والتعامل النبوي ما يدل على الاهتمام بهم والحرص على مشاعرهم والحرص على ذواتهم، كونهم يعني ناسا لهم مشاعر ولهم ما يحبون وعندهم ما يبغضون ونحو ذلك، فنراعي هذا الجانب العظيم الذي يدل على عدل الإسلام وعلى استقامة الأخلاق الطيبة مع هؤلاء الخدم. الشيخ سعد، احنا برنامجنا عنوانه فن التعامل في حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لذلك السؤال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل يعني بشكل عملي ويعني داخل بيته مع الخدم، وكيف كانت تتجلى مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام بخدمه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي الرحمة، إنما هو يعني عنده من المطالب الأخروية ما لا يعتني بها في المطالب الدنيوية والمطالب التي لا يترتب عليها أجر ولا يترتب عليها إثم، ولذلك ما يترتب عليه أجر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إليه، وما يترتب عليه إثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس عنه. ولذلك يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
10 سنين ما كهرني ولا عبس في وجهي ولا شيئا من ذلك، وما مسست يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدل على سماحة ويدل على علو نفس منه عليه الصلاة والسلام. ما قال لي لشيء ما فعلته لما لم تفعله، ما قال لي شيء فعلته قال ما قال لي لما فعلته، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عنده فن التغافل. ولذلك لما حدث مع السيدة عائشة وحفصة تواطأت على أمر من الأمور في قصة معروفة في صدر سورة التحريم، قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال أهل العلم في قوله وأعرض عن بعض يدل على تغافله، ولذلك قالوا 9 أعشار العافية في التغافل. ولذلك أن الإنسان لا يكلف نفسه من الهم ولا يكلف نفسه من الخواطر السيئة ومن سوء الظن بسبب التفاصيل وبسبب التحليلات والحلال. إذن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها يعني عدم التغافل والتدقيق على كل شيء. فاصل شيخ سعد، راجع معك إن شاء الله. فاصل وراجع لكم، خلكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم من جديد في برنامجكم فن التعامل، ورحب من جديد بضيفي الفاضل شيخ سعد الشمري. حياك الله أبو عبد الله بن زيد. شيخ سعد، قبل فاصل تكلمت عن فن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الخدم في المنزل وكيف كان يتغافل، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ابتغاء طبعا الأجر من الله عز وجل. طبعا شيخ سعد، البعض قد سأل يقول لك لو أردت أن أطبق هذا الفن وهذا التعامل النبوي مع الخدم، ويعني أحيانا أحتاج إلى أن أوجه هذا الخادم، إلى أن أعلمه، إلى أن أنتقده في بعض الأمور التي أخطأ فيها، كيف أطبق منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ عليه الصلاة والسلام، أولا أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الناس والأصل من في تعامله عليه الصلاة والسلام الرفق واللين واللطف والسماحة، ولا سيما مع الضعفاء والخدم، لا شك أنهم من الضعفاء وذوي الحاجة، أنه ما خدم، وغالبا في عصرنا هذا أنه ما ترك بلده وتغرب عن وطنه إلا لحاجته للمال، فجاء يخدم ليحصل ويتكسب ليغني نفسه ويغني من وراءه من ولد وزوجة وأسرة بكاملها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم ويترفق بهم وكذلك يتواضع بهم، لأن التواضع هو شيء من الأخلاق المقدمة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا، التواضع من غير ذل، من غير تذلل، إنما تواضع مع عزة من عزة نفس. ولذلك يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الأمر الأول أن الإنسان لا يظلمهم ولا يغلظ عليهم. أبو مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ضربت غلاما لي، خادما لي، ضربته بالصوت، ومن شدة الغضب كان النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ولم يشعر به من شدة غضبه، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلما رآه فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد من هيبته عليه الصلاة والسلام، فقال: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك من هذا الغلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا الضرب، لم يرضى بهذا الضرب. ولذلك يقول أبو مسعود: هو حر لوجه الله يا رسول الله، اعتقه لوجه، قال: لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. فما ضرب يعني مملوكا وما ضرب خادما بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. زين شيخ سعد، كيف نوجه هذا الخادم إذا أخطأ؟ يعني الضرب طبعا ممنوع، لكن كيف يوجه الخادم؟ هؤلاء الخدم الذين الآن في العصر هذا وفي وقتنا هذا ليسوا مماليك، وليسوا يعني إماء وعبيد. صحيح. إنما هم خدم أجراء. طيب. يعطون الأجرة على خدمتهم وعلى يعني أمورهم المتخذة لهذه الأغراض المعروفة. طيب. ولذلك يعني لابد أن الإنسان يوجه
يوجه ويؤدب بالطريقة المثلى التي تليق بحال هذا الخادم ذكرا كان أو أنثى بالترفق معه. إذا لم يعني إذا لم ينجع معه التوجيه أو الرفق اللين يستطيع أن يتخلى عنه ويأتي بغيره، لكن لا يسيء الأدب، لا يسيء الأدب معه ولا يضربه ولا شيء من ذلك، لأنه ليس هذا من سلطته. كذلك أن يعطيه أجره كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وجاء في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه شيئا، فهذا خصمه الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يعني شديد. ولذلك يعطيه أجره موفا كاملا. ولذلك نلمح إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لما قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك بعض الناس يوكل أعمالا إلى هذا الخادم، سائقا أو خادما طباخا، يعني أكثر من عمله أو أكثر من وقته، فلا بد أن يرضيه بشيء من الأجرة حتى يبعد عنه ما يوغر في صدره من شيء. نقول لك الشيخ سعد جزاك الله خير وبارك الله فيك على يعني هذا الحديث ويعني هذا العلم بكيف كان يتعامل سلم مع الخدم. نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك. أيضا شكر موصول لكم أحبتنا هذه المتابعة في برنامجكم فن التعامل، انتظرونا في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.